السلام عليكم. كوم توجور اون اتون لي بارتيسيپون اون كومونس لو لايف. جو سي بلي ماشي الوقت لان راهي 12، لكن جي با لو طون، عندي غير الساعه كروز هذه تاع الخدمه، دونك جي سي دو بروفيتي دو كونتينيي لو ندير لايف بور كونتينيي لو كومبا، بور كونتينيي لا لوت بور دي كوز نوبل او بور كونكريتيزي لي ريفونديكاسيون دو بوبل الجيريان او لو ريف دو بوبل الجيريان اللي هي ان ايتا ديموكراتيك، ان ايتا دو دروا، ان ايتا دو جوستيس. هذا هو الحلم نتاعنا. دونك لازم نبقاو ننظروا ونبقاو نتكلموا ونوعيوا في الناس. دونك جاتون ان سول بارتيسيبون جو كومونس لو لايف سي با ان بروبليم. ان سول بارتيسيبون سا مي سيفي دو كومونسي لو لايف. قلت بلي ماشي وقتها 12، الناس راهي تغدى، الناس مشغوله، لكن ما عنديش الوقت، عندي غير الساعه هذه جو ترافاي. دونك اون اتون ان سول بارتيسيبون، اون كومونس لو لايف. جو في ديفلوبي اون كيسيون نتاع ناس تقول لك بلي النشطاء يعرفوا غير يشتموا، يعرفوا غير يكريتيكي وما يمدوش دي ريزولتا. كاين دي ريزولتا، انا با لي سو دي سوليسيون. تكلمنا على لي سوليسيون، واليوم نتكلم على البروبليم نتاع الاقتصاد، نتاع ليكونومي، لي سوليسيون ايكونوميك اللي قلت باش نحلوا. او نتكلم كلام بسيط باش يفهموني، ما كاينش مشكل ما عندوش دي سوليسيون، مي لازم له رجال، لازم له دي كومبيتون، لازم له ناس تبغي البلاد باش نلقاو الحلول. لان ما كانش مشكل ما فيش حل، السياسه عندها حل، الاقتصاد عندها الحل، الافات الاجتماعيه عندها الحل، الفقر عنده الحل، مي انو فو دي زون كومبيتون، ناس متاهلين، ناس يبغيو البلاد، ناس يخمموا للبعيد ما يخمموش قدام رجليهم. جو بارل اجوردي دو ليكونومي، الاقتصاد. وكنت درت بلوزيور لايف وقلت اون با ديكونومي، عندنا ان مارشي دو بازار، حنا ما عندناش اقتصاد، عندنا مارشي فوضوي. الجزائر دايرين لها مارشي للاستهلاك، اون كونسوم لي برودوي فابريكي باغ دوطر مارشي اوروبيان امريكان ازياتيك جو سي با. حنا هكذا داروا الجزائر، تاكلين على البترول، تاكلين على الغاز، وداروا الجزائر مارشي كبير. وكنت تكلمت وتكلموا حتى دي زيكسبير اون ايكونومي، قال لك باللي لي بيي او ريسك لي يشوفوا الازمات، لي بيي كي سون رولي على رون بتروليير، الناس اللي تاكل على البترول كيما فينيزويلا، كيما نيجيريا، ما داروش دي انفستيسمون، ما داروش كيما نقول استثمار اللي يولد لهم ثروات، تاكلين على البترول والغاز كيما هنا في الجزائر. وداروا الجزائر ان مارشي دو بازار، داروا الجزائر كوميرس انفورمال، التجاره الغير الشرعيه. رانا نشوفوا كيفاش غير اللي يجي يفتح حانوت ويجيب من عيب، يعني باش نجيبوا الطوماطيش من الترك ولا نجيبوا سيتادير. باش نفهم الناس، الجزائر دايرينها مارشي، دايرينها مارشي، يجيبوا غير لي برودوي كونسومابل رولي ا دوتر برودوي. جي ميكسبليك باغ اكزومبل لابورتاسيون دو فواتور، الناس راهي تقول لك الطوموبيل تسوى 4 ملايين ولا 40 مليون، مي بلا بياس ديطاشي نتاعها تسوى مليار. ورانا نشوفوا هنايا كيفاش ما كاينش بلاد فيها حوانت تاع دي كارتيي دو بياس ديطاشي، سي دي مليار دي مليار دو اورو، جو بار دو ديفيز. دونك ما عندناش اقتصاد، ما عندناش اقتصاد تاع صح، لان الاقتصاد هو الانتاج ننتجو. اي ورانا نصوت الامر واحد اخر، لا فالور دو دينار اللي راهي مكلاسية 23 في لافريك. الدينار الجزائري هو الرخيص في لافريك. نفهم الناس اللي راهي قاعده في القهوه ما عندهاش مستوى، انا نفهمهم علاش الدينار راه هابط، لان الدينار ما يشريوهش، اني با دوموندي في المارشي مونيتير. كي يبيعوا النقود نتاعهم، يبيعوا الدولار ويبيعوا الاورو ويبيعوا الليره ويبيعوا الدينار التونيزيان، الجزائر ما يشريوهش، لان كي يشريوه لازم يستحقيوه، لازم نبيعو كاش حاجه. نعطي مثال، يجي الكاوري باش يسحق الدينار ويروح لابورس يشري الدينار، لازم يشري حاجه من الجزائر، يشري الطوماطيش ولا يشري الفلفل ولا يشري البطاطا. دونك حنا ندومونديو لو بري تاعنا والدينار يطلع. الدينار ايرولي على برودكسيون بي بي، الانتاج المحلي لازم نخدمو، لازم نبيعو، لازم يكون واش نبيعو للخارج اقل واش نشرو باش يطلع لا فالور دو دينار. دينار ماشي هكذا قال السلام عليكم لازم نديروه ايكيفالون
الاورو نو لو دينار يطلع كي نبيعو كون لو دينار اي تري دوموندي سور لو مارشي مونيتير كي الدينار يكون مطلوب في سوق العمله كاني تفهمت تونس علاش الدينار تاعهم طلع باسكو لي تري دوموندي كاين لي توريست يروحو يشرو باش يجي يحوس في تونس يشري دينار تونسيان وفي لابورس قال انا نبيع لك اورو ب دينار دينار تونسيان وهذاك الكوري لازم يشريه باسكو يستحقو لازم يجي يحوس في تونس هذا هو كيفاش يكون لا فالور دو دينار بار لا برودكسيون اي لا فونت لازم نبيعو لازم ننتجو لازم ننتجو اه لازم ننتجو البطاطا الطوماطيش ومنها وندخلوا في لا كونكورونس نتاع المارشي انترناسيونال ونبيعو دونك الدينار يطلع لازم الدينار يسرا تري دوموندي سور لو مارشي مونيتير لازم الدينار يكون مطلوب مطلوب وحنا هنا ما كاش توريزم ما كاش الفلاحه ما نبيعو والو نبيعو غير 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 البترول والغاز بون الي ريلي او دولار باسكو نشروه بالدولار دونك الدينار ما يشريوهش ما راحش الملك اللي يجي يصرف باش يشري البترول يشريه سو لو مارشي انترناسيونال ريلي على اوبك دونك الي ريلي او دينار ما او دولار ما كاش ميطاش الدينار لازم يطلع لازم نسجدو لازم الكوري يستحقوه توريزم يجي كوري يشري الدينار باش يصرف انا في لي زوتيل ويشري منها يصرف دينار يطلع وحنا ندوموندو لا فالور تاعو هكذا كيفاش يطلع دونك اون با ديكونومي تاكلين على البترول ها وقلت هذا النظام كي يكون لا كاس فرغا يقول لك فوالا ونديروا الفلاحه ونديروا هكذا عندهم دي زيكونوميست اللي يتكلموا في الموضوع هذا وعندهم عندهم ومن بعد غير يطلع البترول لي كاس يتعمروا كيما هذو اليامات يولوا للشطح الورديح و لعب البحر الابيض المتوسط وما نعرف واش يولوا تادير غير يبذروا غير يبذروا هاو البروبليم دو لالجيري دونك دي سوليسيون كاينين دي سوليسيون كاينين لا بروميير سوليسيون اللي لازم اذا كانت عندهم النيه باش يخدموا او موان نديرو لوطو سوفيزونس اليمونتير لازم اكتفاء ذاتي لازم نولو نصيريو الماكله نتاعنا عيب عيب باش تجيب البطاطا وماطيش من ترك عيب باش تجيب البطاطا من اوروب وبلاد قد الدنيا بلاد فلاحيه حنا فلاحه من بكري ما حد لي رومان جاو لهنا الفلاحه لي تشيرك لي فرونسي ما على باليش باسكو بلاد فلاحه نجيبو الطوماطيش من ترك سي دو نابورت كوا دونك لا بروميير سوليسيون سي اسيري لوتوسيفيزونس اليمونتير لازم الحمايه الغذائيه لازم الشعب او البلاد ما توليش تجيب الامور هذو اللي ملايير الملايير يعني لا فاكتور تاع لي برودوي اليمونتير يعني ما عنديش شيف مي عجب سي دي مليار دي مليار اللي نابورتي هو حنا نقدروا نخدموا هنا هذه سا بروميير شوز دوزيام شوز سي دي فري انفستيسمون سي دي فري انفستيسمون اوتونوم ستادير لازم ننفستيو الامور اللي موجوده في الجزائر ماتيير بروميير موجوده في الجزائر ماشي دوك يقول لك ندير الطوموبيلات ومن بعد يركب نولوا نشرو بيس دي تاشي اون ديفيز il faut diminuer la facture des importations لازم الفاتوره نتاع نشرو من برا تحبط تحبط لازم الديوان نخدمو هنا ب لا ماتيير بريمير تاعنا لازم الطوموبيلات نخدموهم هنا ب لا ماتيير بريمير تاعنا لازم الفاتوره تاع لا ماتيير بريمير ونعاود اللي هي كبيره كبيره الوزينات اللي راهم هنا في الجزائر كاع خرطي كاع يمشوا بلا ماتيير بريمير اللي هي يعني يخلص لنا الدوفيز الوزينات يحبسوا دونك il faut des vrais investissements premier lieu كيما قلت assurer l'autosuffisance alimentaire لازم نضمنوا الماكله نتاعنا ما نبقاوش نجيبوا في الطوماطيش ولازم لنا دي فري انفستيسمون دي فري ونقدروا نخدموا بلاد كبيره فيها لي مويان عندنا ماتيير بريمير il faut des décisions لازم الناس تبغي البلاد لازم الناس دي كومبيتون اللي يخمموا اللي يخمموا دونك ما عندناش خيار واحد اخر باش نوغمونتيو لو بري دو دينار باش يطلع لو بوفوار داشا باش الثمنين تاع العامل تولي تكفي باسكو الدينار لا فالور تاعو تطلع لازم ننشدو ونبيعو والناس اللي برا يشرو الدينار قلت لو دينار الي رولي على شان تاعو سو لو مارشي مونيتير
دوك ما يستحقوش اللي كلاسي 23ام في الافريك باسكو الناس واش يسحق القوري واش يسحق بالدينار هاو دخل في لابورس نتاع النقود ولا تاع المارشي مونيتير يبدا يقرا في اللي يستوي يشري يشري تاع تونس باسكو فيها التوريزم يشري تاع الكونغو باسكو فيها القهوه يشري تاع البرازيل يسحق البنان حنا واش يسحق ولا يجري واش يجي يدير ما عندنا والو دونك يبقى دينار هابط ورا نشوفوا لي برودوي علاش طلعوا علاش طلعوا وزيد نسوط الموضوع واحد اخر بروبليم دو ترونسبور ها باش يهبطوا اوموا هنا في الجزائر باش يهبطوا هذو لي برودوي اللي طلعوا سون ريلي على شارتي دو ترونسبور عيب يعني الناس موند اونتي لا مارشانديز نتاع السلعه تمشي في الترا في الترا معنا با الجي يلحق لك دي كونتيتي تاع طوماطيش تاع البويط تاع طوماطيش دونك ما يزيدش في السومه حنا هنايا سيميات بطا طوماطيش في عندنا في الوزين بدينار تلحق الوهرن ب 100000 يستعملوا لي سيمي لوتوروت اللي مخدومه 70% للطوموبيلات و 30% للكاميوات هذا لي نورم تاع الطوموبيلات هذا دي رونسينمون كو جي عندي معلومات لوتوروت مخدومه 70% تاع الطوموبيلات الصغار هذوك التوريست توريستيك سكوتين لي طوموبيلات و 30% تاع الترونسبور حنا هنا سي لو كونترير لوتوروت يمشيو فيها 70% من الكاميوات و 30% طوموبيلات صغار وانا نشوفو كيفاش تخسروا 6 مليار بور ريباري الصيانه تاع لوتوروت وانا نشوفو الدراهم وين 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 وين, وين يروحوا دونك يلفو رونسي لو شومان دو فار انا مكاع في الشومان دو فار ان فواياج مهرن العنبة نتاع طوماطيش ونتاع نتاع بطاطا يوكل العنبة كاع ولا السيد ما يزيدش باسكو لي فري دو ترونسبور راهي راجعه على المستهلك سي لو سيتويان كي باي لي فري دو ترونسبور تقدر تترك صوتك في الموطور ما عندناش كي تبعوني واش راني نقول دونك بور رونسي ليكونومي فيو دي فري انفيستيسمون دي انفيستيسمون دو برودكسيون يفو كو برودوي نجدو وندخلو في المارشي انترناسيونال ونبريزونتي طوماطيش مليحه باش يشريها الكاولي باش الدينار يطلع باش كيما قلت لو بوفوار داشا يطلع للجزائريين لازم ندخلو ماشي البترول والغاز البترول والغاز هما اهلاك البلدان هما اهلاك البلدان سوف لي مونارشي عرب اللي فاقوا كيما السعوديه كيما العراق القطر كيما الامارات يعني يقراو داروا دي زانفيستيسمون توريستيك وداروا حنا هنا ما درناش هنا ما درناش دوتر سيكتور قطاعات واحد اخرين دخلوا دراهم للجزائر لكن الجزائر دايرينها بور 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 باش يبقاو باش يشريو كيما قلت لابي سوسيال السلم المدني قاعدين يبذروا في لي سيكتور في قطاعات اللي دخلونا دي مليار دي مليار اللي هو الرياضه لو سيكتور نقولوا الرياضه درت بوست دي مليار ينصرفوا في الكلوب نتاع الفوتبال وجوار ما يخلص حتى دورو امبو رانا نشوفو الترونسفير تاعهم قال المولودية شرات عينانية شرات كريم تاع سطيف بمليار ما يخلصوش لي زامبو سي دي مليار دي مليار ولي كاس ما يتعمروش الور كو برشلونة ولا مدريد سي اون اندستري صناعة رياضية يدخلوا الملايير المليارة لاكاس تاع برشلونة ولاكاس تاع مدريد مارادونا برك في الترونسفير نتاعو في نابل 82-84 كي شراتو نابل ماشي هكذاك المير تاع نابل والجماعة قالك لازم نجيبو مارادونا نابل باش يطلع لنا الاقتصاد لان نابل كانت فقيرة جابو جوار واحد برك خسروا عليه 12 مليون دو اورو دو دولار بكري 12 مليون ترونسفير دو جوار سي بوكو كي جابو مارادونا نابل لي توريست هجموا عليهم بناو لي زوتيل منا واحد جوار واحد حنا هنايا دي مليار دي مليار من الشركات الوطنيه سون اتراك تمد للمولوديه شيميكا تمد للاخر لاكنان تمد للوهرن
بوليريا باش يشريو او باش يخذرو الشباب. وكما قلت الفوتبال سي اون اندستري، الفوتبال صناعه. دو جوار من مالي يوكلوا المالي كاع يخدموا في, في, في يلعبوا في, في فرنسا ولا دو جوار برك. حنا هنايا يا دي مليار وقدام الناس كاع. Et de vendre des joueurs, des milliards devant tout le monde, mais je ne sais pas où il est. Voilà, je suis Messi, je ne sais pas où il est, avec bon en justice parce que je ne sais pas. Il y a un titre d'exemple, le tourisme. Le tourisme, le Hammamat fait Tunis. Rahat Tunis, le Hammamat c'est un quartier. شارع لا بلاش فيها 100 متر يدخلوا دي مليار. حنا هنا الساحل فيه 1400 او 1600 كيلومتر زيرو تورست. وعلاه انا شوفها تكلمت عليها، ما لازم ثقافه تاع الاخر، لازم هكذا، لازم واش القوري يجي باش ياكل الخبز تاع ياكل لي بني ولا ما نعرف واش تعيط واش تشطح. المهم فيها هضره التوريزم هنا في الجزائر تاعي دي سابوتي با لا فرونس، باش الناس تروح فرنسا ما تجيش للجزائر، لان الجزائر كنا قادرين نولوا حنا الاولين في التوريزم باسكو سي تان بو بيي ماساكري بار الاوباش اللي حكموا البلاد هما سكروه. دونك لو توريزم فلي يدخل العقار. العقار اللي هنا يمدوه فلي باش يشريو سلم السوسيال مد برك سوسيال مد برك، ما كاين حتى دورو يدخل للقطاع نتاع السكن. انا نشوفو كيفاش يمدو هكذاك ماشي يمدو يعني يشريو الناس او بروبليم وراس. اون 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 بوليتيك اناشيك، عندنا سياسه فوضويه، ما كاينش استثمار يعني دراهم يبذرو فيهم دو كوش ا دروات اي سي مالورو. هاو كيف اون بو ريدريسي لا سيتياسيون avec des gens compétents, avec des gens qui aiment l'Algérie, avec des économistes, avec des vrais investissements. Hein, je ne l'ai pas, mais tu as le pétrole. Mais tu as le pétrole ou le gaz. Bah, qui m'a dit, un agmo les caisses, parce que les caisses sont là, là, c'est un amour, on a une devise. Mais je suis un dinar. Dinar, on a un tabac ou un chien. Mais qu'on a un tabac. Là, c'est une devise. Pour cela, des vrais investissements, il faut qu'on produise, il faut que la facture, on a sharia, on a تنقص وفاتوره نتاع البيع تطلع باش تطلع لا فالور دو دينار باش تسقم ليكونومي باش المعيشه نتاع الشعب او تاع الغاشي تسقم. بارطاجيو في لي جروب سي بوسيبل باسكو جو سوي ريستران فيسبوك طول سينيال جو سي با بوركوا. Oui, bien sûr, on a parlé de l'importation de l'Aloha parce que, comme je l'ai dit, ils domicilient. C'est-à-dire le trafic qui fait l'Aloha, pour qu'ils aient des devises. Qui dit que les prix qui sont les plus les importateurs, les saboteurs, les sraqas, à la belle qui chérit une pièce de Dubaï ou de Machine, ou de Harkhisa. هاد حكى لي واحد قلت له كيفاش يبيع رخاص، قال لي نو، قال لي جوست باش يدوموسيلي ويدير دوفيز ويبدلوا ليه. يعني هذا امر على بالنا علاش كيما قلت ما حبوش يسقموا هنا وداروا بلا امبورطاسيون باش يدوموسيلي وباش يترافيكي وباش يدير دوفيز باش يبونشيو دراهم باش يهربوا دراهم منا. هذه حاجه اخرى. حنا جو بار دو كيفاش نخرجوا البلاد. الفو انفيستير سورتو اسيوري لوطو suffisance alimentaire لازم اكتفاء ذاتي سي اون سيكوريتي سي اون سيكوريتي. ما بقاش نجيبو الطوماطيش ما تركهم ما نعرفوش. il faut كيما قلت investir dans des secteurs اللي يدخلوا التوريزم الرياضه. حتى الرياضه سي اون اندستري حتى ما نبقاوش نديروها باش نسكتوا شباب او باش ندخلوا نسكتوا او نرقدوا الشباب. دونك il faut des investissements هنا بروديكتيف. لازم نسجدوا ايفير دو كونكورونس، لازم نسجدوا ونبيعوا ونقدروا. الطوماطيش تاعنا مليحه، الجازوز تاعنا مليح، البطاطا تاعنا مليحه، تو اي بيان اون الجيري باسكو عندنا كاع لي زاتو، عندنا كاع ما هي الامور، عندنا الشتاء، عندنا كات سيزون. دونك اون بو فار كيك شوز، اون بو كيما قلت بيرسي دون لو مارشي انترناسيونال سورتو في لاغريكولتور
سورتو في لاغريكولتور اي فار اون اندستري اللي فيها الفائده في نبيعوا والحاجيات بور ديمينيي لا فاكتور نتاع الامبورطاسيون اللي هي هيك تسبب البلاد وما نقدروا نديروا والو لان كما قلت الجزائر داروها مارشي كبير حتى مارشي دو هكذاك بازار كوميرس انفورمال انا نشوف اللي جاي يفتح حانوت وفوضى كبيره ولينا نجيبوا حتى الطوماطيش يعني سيغرام La révolution du dinar est indexée à une réelle économie. Bien sûr, M. Hakim, c'est-à-dire la valeur du dinar, tu me suis l'économie, et que l'azim est dans le besoin. L'azim est sur le marché monétaire. Quand il entre la bourse, il est le dinar parce que nous sommes touristes, ou nous sommes pièces à Medzaïr, ou nous sommes gimh à Medzaïr. Donc, c'est lié à l'économie. Tu connais l'économie, mais là. الدينار يطلع تكون الايكونومي لتحت وحنا ما عندناش ايكونومي وانا تكلمت ما عندناش داروا ديزيجن هكذاك خرطي في الخرطي باش يدوا الدراهم وانا تكلمنا ما ندخلش في الموضوع هذا كيفاش داروا ديزيجن فيكتيف دي وزينات نتاع الكرتون وزينات نتاع التركيب وما نعرف سي جوست باش يفرغوا لي كاس يترونسفيريو الدراهم هذا دوسي واحد اخر كومون زون في بور ترونسفيري لا ديفيز او الدراهم كيفاش فرغوا لي كاس دونك ما عندناش ايكونومي عندنا une économie de bazar, une économie de détournement de l'argent, donc le dinar qui m'a il est relié à l'économie, une bonne économie, une bonne production, une bonne vente à l'étranger, nos produits et qu'on nous demandait par l'étranger, surtout l'étranger parce qu'on a besoin de devises, il y a le dinar et nous sommes au groupe dinar qui m'a habité, il y a un tomatèche avec un dinar, un euro, et un dinar, l'équivalent d'un dinar, qui s'acquichait, il y a tout le dinar, ça marche comme ça, il y a même des tourisme et dinash, regardez ma transfert et dinash, ma kench, ma vie s'en fout, allez écoute, vous clame ta chère, entre la naïa gaouri, entre la bouche, je n'ai dinar, mais qui ne connaît pas tout le عندهم التوريزم مليح روحوا التوريزم نشريه التوانسه يبيعوا الدينار كيما يحبوا باسكو لو توريزم هذاك اللي اوبليجي دالي باسي سي فاكونس في سبريسيون تاع مرتو ولا تاع ولادو الدينار تونس يشريه كيما يحب والدينار يبيعو كيما يحب حنا هنا نو حنا ما نشريوش ما نقدروش نطلعو قال شريه باسكو ما يسحقوش Donc je pense, bon, je demande le partage parce que Nesbzef demande une allèche, moi je n'adore, on a chaque fois je fais un live. Donc en grosso modo, on a aussi qu'il y a des solutions. Chaque problème a des solutions, mais les solutions, ils ont des compétents, des gens intègres, des gens nationalistes qui aiment le pays, qui travaillent pour le pays. Mais si Nes s'est voté, il doit dire, il fait le bled. On a une qualité pour redresser l'Algérie en 2 ans, 3 ans, 5 ans maximum, parce qu'on a les capacités, on a les moyens. Donc, qu'est-ce qui se passe en Algérie? L'Algérie, elle a un marché, bon, parce que France a bled, parce que Fihadra, le tourisme. ما يتي سابوتي علاش جينات تاع الصحاح حنا في الجزائر اون تي سابوتي علاش لاغريكولتور اي تي سابوتي تو تي بريميتي تي 62 مي دوك لازمنا ريكوبيريو الجزائر تاعنا وكيما قلت نقدروا ريدريسيو لالجيري دو 2 ان 4 ان اون لي مويان اون دو لارجون اي فو با جيتي لارجون هكذاك ما لازمش نلوحو هكذاك في البرستيج وباش نبقاو في البوفوار لان النظام هذا بذر دراهم جيست بور سو مانتونير او بوفوار، إلا با في ديكونومي، إلا اشيتي لا بي سيفيل، إلا اشيتي ناس باش يبقى هما الدول الكبيرة والشعب دار فتحت الشعب ما راهش جاي مخبر باللي لي مويان كونا ولا ريشيس كونا يعني نيفو دو لاجيريان لازم يكون كي القطريان أو يكون كي الماريكاني 40 مليون افيك سوبرفيسي قد الدنيا، افيك نورون تاع جيب بترولير، افيك الثروات اللي عندنا الجزائري لو مومون يعيش بالنيفو تاع الامريكاني او تاع الجابوني لكن للاسف سايتي سابوتي كيلك فامي زون بروفيتي دو لا ريشيس انون دو لالجيري ها هو صرا مي كيما قلت يدير دي سوليسيون جوست il nous faut des citoyens او كيما قلت مواطنين يحبوا البلاد يخدموا البلاد ناس كفاءة كيما يقولوا دي كومبيتون اي تو بروبليم ا اون سوليسيون بارتاجيو لا فيديو سيل فو بلي السلام عليكم